من أهم الاكتشافات التي وجدها فريق المشروع ما يعرف بالشونة، والتي ظهرت بعد أعمال الإزالة للمباني المستحدثة والعشوائية المقامة هنا بمحاذاة شارع قابل. ولا زالت الأبحاث والأعمال تجري في هذا الموقع للكشف عن الكثير من الأسرار. شونة قلعة أثرية وجدناها في قلب البلد بجانب شارع الذهب، قلعة أثرية اندثرت وما كان أحد يدري عنها. مع الوقت ومع رجوع المصادر التاريخية اكتشفنا وجود القلعة وبدأنا في أعمال التنقيب. هي ترتبط بالسور وبالخندق، وهي الواجهة البحرية اللي كانت قبل 1516، وسبحان الله البنيان اللي في الواجهة الغربية حمتها، والحماية هذه تدل إنه على إنه إن شاء الله بعد نزع ملكية هذه المباني اللي ليس لها قيمة معمارية ولا أثرية مسلحات جديدة سيتم إزالتها وترجع واجهة المدينة قبل ألف أو في سنة 1516، وهي قلعة جميلة جدا وهي أكبر قلعة في البحر الأحمر.